بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقتنا الليلة بالتنويه الاقتراب، أم الثورات، ثورة 17 فبراير. نرحب بها ونرحب بالزخم الذي تصنعه إن شاء الله وتذكرنا به. الجميع يتحدث عن قوانين الانتخابات، خلوها في يناير، خلوها في ديسمبر، خلوها في شنو، لكنهم لا يتجرؤوا أن يحددوا 17 فبراير أو 16 فبراير حتى أو 15 فبراير موعد للانتخابات، لأنهم يدركون ما هي النتائج الذي سيؤثر فيها ذلك اليوم. هناك مشاركة سريعة قبل أن أبدأ الحلقة حول المقارنة. وضعت منشور حول النهر الصناعي العظيم، وأنا أعتبره بصراحة نفق لتدفق الأموال خارج ليبيا، تهريب، غسيل، مش عارف، مليارات الله، مليارات الله صرفت على هذا المشروع، بينما ندعكم في الدكاكين ونشرف انقباقات مية. يعني ما الذي استفاد به المواطن من هذا المشروع؟ لا أدري. مليارات الله سبحانه وتعالى، وكان هناك بدائل كثيرة جدا يعرفها الفنيين والمهندسين والمواطنين. هذا باب مليارات الله ونشرف يشيش المية ونشرف. تخيل إنسان عنده عائلة، 5 أطفال، تبي له بانجا بانجتين في اليوم، يعني ربع المرتب يمشي وما إليه. هذه إحدى دلائل الفشل. النقطة الأخطر الثانية أو حتى هي الخطيرة، الاستراتيجية، نهر الصناعي العظيم موجود في 600 كيلو ولا ما أدري عنه قديش. لا أتحدث عن الأشياء المحلية، هذه في مرحلة ما بعد الثورة يحدث تفجير وإيقاف ماء وما إليه على العاصمة وعلى كذا، هذه مؤقتة. لنفترض أن الدولة مستقرة وحدث صراع مع دولة أخرى، أول حاجة تديرها لك يعني، ولذلك أن هنا تدمر لك ذلك المصدر. لابد الدول جميعها عندها مصادر مياه محلية ومصادر كهرباء محلية. في أحد المقالات كتبت أن مصر بتمد ليبيا بالكهرباء، يعني أنت سلمت مصيرك لدولة أخرى. اليوم علاقتك جيدة، بكرة حرب معها مثلا، أو العكس أو هكذا. ولذلك الدولة العادية من أبجديات الدول أن تكون مصادرك داخل وطنك ومحلية أيضا. يعني لو كان كل منطقة ليبية مصادر الكهرباء بروحها منعزلة على المنطقة الأخرى أفضل، وهذه قضية يعرفها المهندسين الكهربائيين، أنا لا أدري عنها. لكن مصادر المياه زمان في طرابلس بيربو مليانة، يغذي في طرابلس كلها. تعريجة سريعة، الذي دفعني لهذا مقال أن مصر بتعطينا كهرباء تقريبا ذلبي أوبزرفر جابته. والموضوع الثاني منشور وضعته على الفيسبوك، فكانت الردود يعني هنا. الشيء الآخر، لما تتحدث هذه للإخوة من أنصار النظام السابق، في فرق بين قضيتين، أنك أنت تحب معمر ولا تناصر، ولا معمر كويس ولا مش كويس، ولا صحابي ولا لا يقاس مع الفرق، وأمين وما يسرقش وطيب ويحب البلاد وصقر، هذا موضوع بروحه. لكن لما بننقده يا أخي بنقوله النهار الصناعي فاشل، ما فيش تعليم، نبو طريق، ما لاش علاقة بالسياسة هذه. كيف نصلح هذا الوضع؟ أنت على طول أول من درت حاجة مثلا التعليم هني، عجبك التعليم في فبراير، ما لا عجبتك السرقة في بعد فبراير. لما تحكي على حاجة نقولوا فلان انقتل أو شاب انشنق في العهد الأول ولا، بندو على تلك القضية في تلك اللحظة. يجي يقول لك باي في فبراير ما ماشي حد ماله، يا رجل ما عادش ندوا بكر، احنا خلاص نسكتوا، ما عادش ننقدوا، ما عادش نحاولوا نصلح الوضع. هذه حقائق، ما فيش طرق، حقائق حقيقه، بصرف النظر من هو اللي كان الرئيس. هل كان رئيس كويس، كان معمر، كان موسى، كان خويا، كان خوك، مش مهم. المهم ان هذه حقيقه واقع. التعليم محطم مثلا، الطرق ما فيش، مكسرات، مشاريع فاشله وهكذا. الشعوب تنقد باش تصلح، لكن انا على ما تفتح فمك، المواطن ما يفتح فمه بينقد حاجة وبيعطي اقتراح لحل أو بينوه إلى نقطة، اللي يقول له باهي وفي فبراير عجباتك السرقة في فبراير. نحن ندعو على موضوع معين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفرقوا بين القضايا وبين موضوع، حتى نصل إلى أرضية مشتركة ونخدم بلادنا مع بعضنا. قضية البرلمان ومجلس الدولة طبعا أخذوا وقتهم بما فيه الكفاية، هم والبعثة، وكل يوم في مشكلة، والمواطن الكريم يعرف هذا. وأغلب المقالات المجلس النواب ومجلس بيجلس ومجلس النواب والدولة بيتفقوا ما يتفقوش، هذا استشاري هذا مش استشاري، انظر شنو هذا يعد. بصراحة تزوز مع السلامة، مع اعتذاري لحتى الأصدقاء نعرفهم وناس وطنيين وطيبين هنا وهنا، لكن نشهد بالله أن حان الوقت للرحيل.
حان الوقت يا أخي خلاص ساد يعني السنين الطوال هذين وماذا حليتوش مشكلة. ربما مش منكم يا سيدي، ربما من الظروف، ربما من يعني في قضية مهمة أريد أن أنوه إليها، اللي هي قضية ليش الأمم والشعوب المتقدمة تدير في سنوات معينة للحكم؟ ليش تقول لك 4 سنين ومجدد 4 للرئاسة مثلا أو 6 في البرلمان وأقصى؟ لماذا؟ لأن لما شوفوا الاستقطاب اللي صاير حتى في البرلمان اللي تعاركوا، ليش مع الزمن ومع الوقت تصبح قضية استقطاب؟ يقعد يقولها موسى لا يصب إلى الآخر يقول لا بدون ما يفكر فيها، تصير تنافس وتصير تحدي، يصير خلافات، عرايك، تبقى هذه العرايك في الذهن، مش عركة اليوم وبكرة بيجوا الصفين، لا يبدأ يصيد فيه أمتى يقول قرار يفشل له الثاني. ولذلك قللوا السنين باش تجي دماء جديدة وجوه جديدة، ما بنتهاش أحقاد، ما بنتهاش صراعات، ويخدموا الوطن ويخدموا البلد. هذا أحد أسرار تحديد السنوات الحكم أو تحديد سنوات عضوية البرلمان. لكن لما تقعدوا 10 سنوات يصير بينكم مرة تانية خلافات وضرب حتى بالبني وكراهية وأحقاد، كل واحد يراجع في الآخر شو يقول بشي ينافسه، وما عادش يمشي البلاد لقدام وما عادش ينجو أي شيء. وأنتم واقعين في، معلش سمحوني حتى اللي نعرفه، أنتم واقعين في هذا المستنقع الآن، ما تقدروش تمشوا أي مشروع، لأن هذوم بيقولوا هيك الآخرين بيقولوا مكان، هذا بيدير اقتراح الآخر بنوضله حتى غلا، مش إن ضد رأيه أو شذا أو ضد كذا، هذا شيء طبيعي في البشر كلهم بدون استثناء، إلا من راح بدون استثناء هذه في أنا في هذاك تقعد في مكان هلب سنوات يصير نوع من الاستقطاب ومن نوع كذا. بعض المقالات تحدثت عن توحيد القوات المسلحة الليبية، نعم لتوحيد القوات قبل الانتخابات، ليش؟ باش ما يصيرش تصادم، هذا عنده جيش وهذا عنده جيش، كان نجاح ما نجحش يهاجم. لكن النقطة الرئيسية أن تكون قيادة القوات المسلحة متفق عليه، مش قيادة لهذا الطرف أو لذاك الطرف، قيادة وطنية، عسكريين مخضرمين مهنيين يحبوا الوطن، لم يشتركوا في الدماء ولم يكونوا جزء من دمار البلاد والعباد. The National Interest، أنا حنبدأ بمقال National Interest تقريبا الخامس أو السادس، نشرات The National Interest، يقول To build a future democracy Libyans are looking to their past، حتى تبنى يقول المقال لبناء ديمقراطية مستقبلا أو في المستقبل، الليبيون ينظرون إلى ماضيهم. هذا عنده فكرة غريبة المقال هذا، أن الديمقراطية الغربية، باختصار يقول أن الديمقراطية الغربية تختلف، بارك الله فيك الأخ الكريم ما أجاب، The national interest to build a future democracy Libyan are looking to their past، لبناء ديمقراطية الليبيون ينظرون. ماذا يقصد بهذا المقال؟ يقول أن أخطاء أمريكا، خطأت أمريكا بأنها تريد أن تفرض، وبارك الله فيك، الغرب يريد أن يفرض ديمقراطيته، بينما هناك مفهوم آخر أو طريقة أخرى أو نوع آخر من الديمقراطيات موجودة في الدول الأخرى، بما فيه وجاب مثل لأفغانستان. قال بدل ما كنا نجيبوا الملك ظاهر شاه ونعودوه ويهدي البلاد بعد الانقسامات وبعد الحروب اللي صارت وبعد خروج الروس، مفروض جبنا الملك محمد ظاهر شاه أو ظاهر شاه ولا، وهم أيضا لأن هناك ومنها يبدأ بناء الديمقراطية في أفغانستان، شيء كان يجب أن نفعل ذلك في ليبيا. هذه فكرة أن يجيب الدستور 1951 ويقود البلد بقيادة الأمير محمد هني، هذه إحدى الأفكار. هو طبعا بالنسبة للدستور وبالنسبة للأمير محمد، يعني ما تقدرش لمجرد أنك أنت أمير يجيبوك، مجرد أنت محمد ظاهر شاه يجيبوك، مجرد أنك أنت خليفة حفتر يجيبوك، مجرد أنت فلان علان، لابد أن تكتسب هذا، تنتزع هذه الأرضية، تنتزعها يعني قصدي بالكاريزما، بالبرامج، بالدخول مع الرأي العام. يعني أنا سنة 2000 يعني 22 سنة من اليوم، 21 سنة من اليوم كتبت أن الملكية قد تكون إحدى الحلول، جبت حلول لليبيا أيام المعارضة برا وهنا، 5 أو 6 حلول، إحداهما قد تكون عودة الدستور، قد تكون أن هي تجمع الناس من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية لابد للناس اللي يدعو إلى هذا الأمر أن يقنعوا الناس ويقنعوا الشعب، يقنعوا الشعب بأفكارهم بدستورهم بأنهم يستطيعوا أن يحكموا، بس ما تجيش شك وخلاص هكا. إن شاء الله نفصل في هذا الأمر. يقول بينما تشجع المقال إدارة بايدن الحكم الديمقراطي الإقليمي، الليبيون ينظرون إلى ماضيهم. الذي يريد أن يحكم يستحق هذا، يعني مش مجرد أنك أنت
أمير أو مجرد أنك أنت خليفة حفتر هد وخلاص وحكم، كما تقول يفترض أنك قلت الإرهابيين تعال قعد رئيس، والله لابد أن تستحق هذا من خلال شنو؟ أرضية الناس، الشعب، تقنعهم، تقنع الناس بأنهم يريدوك وأنك قادر. النقطة الأهم في هذا المقال هو ذكر أكثر من مرة أن الغرب يريد أن يفرض ديمقراطية لكنها لا ليس غير مناسبة للشعوب، وأن هناك ديمقراطية أخرى بطرق أخرى منها قضية إعادة الملكيات وما إليها. ما أريد أن أقول الآن انعكاس أو إسقاط على هذا المقال، نحن لا نريد أن نلتف على انتماء ولا حزب ولا إيديولوجية ولا أشخاص. نحن في مرحلة ما بعد الثورة، مراحل ما بعد الحروب، مراحل ما بعد الثورة تريد ناس تقنراطيين، ناس فنيين، ناس تنفيذيين، نريد برامج، نريد تخطيط، نريد مشاريع. نحن في حاجة إلى أدمغة، إلى تكنوقراط، إلى تنفيذيين يا سيدي الكريم. نريد ناس تبني عقول تطور وطنية بعيدة، بصرف إن شاء الله نفس الوزارة فيها كل واحد من جهة، لكن المخطط واحد والمشروع واحد، مشروع بناء ما بعد الثورات وما بعد الحروب. اليابان دمرت الحرب عن بكرة أبيها، ما قعدوش يتعاركوا على انتماء هذا وانتماء هذاك وأحزاب وانظر شنو هم، ما بلا يقعدوا بعدين كيف ما نحن نديره. الآن تحول المشهد من مشهد سياسي إلى مشهد كراسي الآن، بينما نحن في مرحلة ما بعد الثورة. مراحل ما بعد الثورة في الغالب فوضى، مراحل ما بعد الحرب دمار، مراحل ما بعد الكوارث دمار. يجوا عقليات معينة تبني الوطن بصرف النظر عن انتماءك. ما نقعدوش نتحاور خليفة مش عارف موسى سيف شنو سيف، نبو مشروع، مشروع ينفذ ناس وطنيين ليبيين. هذا هو الصراع، هذه هي الصراع الحقيقي الوحيد. ما يحدث الآن عبث واستهتار والصراع على سلطة ونفوذ، وكأننا دولة مستقرة 100% وبندور انتخابات. ولذلك يا أخي الكريم نحن لسنا في الطريق الصحيح حتى في صراعنا، حتى في هذا الصراع لسنا في المسار الحقيقي. ولذلك مرة أخرى، هي مش قضية الدستور 51، قضية خليفة الكرامة، نلتف حول الجماهيرية سيف بو، نحن نريد أن نلتف حول عقول تبني الوطن وتهدي الوطن وتستقر عقول ديمقراطية. مرة ثانية، اليابان دمرت عن بكرة، وألمانيا والدول اللي دمرت ما بعد الحروب التي تقود الدولة تختلف عن من يقود الدولة في مرحلة الاستقرار. تشرشل انتصر على هتلر كما ذكرنا في إحدى الحلقات، انتصر على هتلر يعني أخطر رجل في العالم في تلك الفترة، بيغزو العالم، دمر 30 مليون وأكثر في إحدى الحروب، وانتصر عليه تشرشل. لكن الشعب البريطاني ما انتخبش تشرشل في المرحلة اللي بيقعد رئيس وزراء، قالوا شكرا بارك الله فيك، خدمتنا في مرحلة الحرب، اجلس الآن، نريد عقول بناء مدنية. ما كانتش داخل برغم من أنه مدني، ولكن أنت خضت الحروب ودخلت في عقلية حربية وعقلية حروب ودفاع وهجوم وما إليه وأسلحة. كانت تشرشل حاط موس خنجر حط على طاولته، قال سأقاتل لو خش علي هتلر لذهك بهالموس هذا. رجل يعني فعلا كان جزء من انتصار بريطانيا على هتلر، لكنه لم يرشح الشعب. يبوا ناس يبنوا، يبوا ناس يعطوا خدمات للوطن، ونحن كملناها سيف، خليفة، موسى، عيسى. وبالتالي لابد من تصحيح هذا المسار بإذن الله سبحانه وتعالى. الأسبوع الحلقة اللي فاتت، اليومين ثلاثة اللي فاتت، تحدثنا عن مقال نشرته ذا إندبندنت، نشرته الإندبندنت، وذكرنا فيه سبع مناطق. His something has broken. Why 2022 is filled with potential barrel. مقال يقول شيئا ما تحطم، شيئا ما تحطم. لماذا سنة 2022 مليئة بالمخاطر؟ ذكرنا المخاطر السبعة، المناطق الساخنة في العالم التي قد تؤدي إلى كوارث، منها تايوان. تايوان هذه الصين الجزيرة اللي الصين تقول بتاعتي، والغرب يقولها لا هذه دولة الصين الوطنية أو الصين الشعب بروحها دولة أخرى، والصين مسكرة راسها ستضمها إلى الصين بأي شكل. ومرة مرة تصير اضطراباتك عالمية تحرك. أوكرانيا نفس الشيء، تايوان، ذكر إيران من المناطق الساخنة، أمريكا من المناطق الساخنة أيضا كما ذكرنا الحلقة السابقة، نشوء الوطنية والقوميات ومتاع التطرف اليمين المتطرف. ومن السبع مناطق الساخنة الكوارث ليبيا كما ذكرنا، وذكرنا الأسباب اللي فيها. يقول بداية المقال مهمة جدا لم أشارك بها المشاهد الكريم المرة السابقة، يقول بداية المقال يوجد أكبر عدد من النزاعات المسلحة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
منذ الحرب العالمية الثانية لم يحدث اضطراب في العالم كما يحدث فيها اليوم هذا في هذه بسبب السبع مناطق هذه اللي منها بلدنا وطن ليبيا، ربنا يحفظ إن شاء الله. أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، حتى في الوقت الذي تقلص فيه الاقتصاد بسبب الوباء بسبب الكورونا، توسعت يعني في برغم الوباء برغم الانتشار الوباء وتراجع الحالة الاقتصادية في العالم بأكمله، ومع ذلك يقول المقال عن بناء على دراسات ارتفعت مبيعات الأسلحة في الدول وفي العالم وما إليه، وهذا بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. بلغ عدد الأشخاص يقول المقال الذين نزحوا من ديارهم بسبب الحرب أو بسبب الحروب أو بسبب الاضطرابات أو بسبب الفوضى السياسية 84 مليون إنسان نزحوا من أماكنهم من بلادهم من هشانهم من كذا. ضعف العدد، هذا العدد 84 مليون ضعف العدد الذي عليه قبل 10 سنوات فاتت. ووفقا للأمم المتحدة سيحتاج إلى 274 مليون إنسان في حاجة إلى مساعدات حسب الأمم المتحدة. هذه بداية المقال. أضف إلى ذلك ما أحدثه الوباء من تردي اقتصادي كما ذكرنا وصحي في العالم، تداعيات تغير المناخ الزادة من الكوارث، بروز القوميات كما ذكرنا، حتى الوباء لم يخفف مرة أخرى لم يخفف من حدة التصادم ونيران الصراع وغيرها من كذا. اللقطة الأخيرة في هذا المقال التي أود أن أشارك به أن هذا كله يحدث في أجواء نظام عالمي غير قادر، هذا الله أكبر، أو غير راغب في حل الله أكبر. ويضيف نقطة أخرى هذا المقال يقول مع ضعف سيادة القانون الدولي، واضح جدا جدا ليبيا مثل واحد، يكفي أن حاجة اسمها مجلس أمن أو قانون دولي كلام فارغ. دولة طويلة عريضة 6 مليون شياب وعزاز وأطفال ولهم 10 سنين ودولة بترولية وغنية وكمشوا مش قادرين يحلوا هذه الأزمة حتى يومنا هذا. القانون الدولي فاشل وأيضا النظام العالمي عجز عن هذه الحلول. وذكرنا النقاط مرة تانية، تايوان، إيران، كوريا الشمالية، أوكرانيا، أفغانستان، القرن الأفريقي، ليبيا وأمريكا، هذه هي السبع مناطق الساخنة التي قد تؤدي إلى كوارث. تحدثنا عن مقال أيضا نشرتها الميدل إيست آي وانتل دوت أورغن عن كمية الأسلحة اللي تحدث عنها معمر القذافي، اللي معمر القذافي كشفها، كشف سجلاتها، كشف السجلات بتاعها اللي هي ميدل إيست آي. المقال يقول ليبيا extent of Gaddafi's financial support for Libya extent of Gaddafi's financial support for IRA Irish Republican Army IRA Irish Republican stunned British intelligence. الكم الهائل من الدعم المالي مش من الأسلحة صدم أو فاجأ المخابرات أو الاستخبارات البريطانية. معمر كشف عن تفاصيل دعمه للجيش الإيرلندي، ذكرنا هذه المعلومة أن المخابرات كانت فوجئت بالكم المالي كاش 12 مليون ونص أو 12 مليون 600 ألف دولار أعطلنا، وأنا أعتقد أكثر، لكن هني إنما الجزء اللي ما شاركتش به المشاهد مرة الماضية هي ما هي الأسلحة التي أعطاها معمر بحسب ما كشف عنه معمر نفسه، وهذا ما بين مارس 1973 إلى 1987. 5 شحنات، شحنة في 1973 من الأسلحة، شحنتين في 1985 وشحنتين في 1986، 1450 كلاشينكوف، بنادق أوتوماتيكية، 180 مسدس يقول هني، 66 رشاش، 30 صاروخ، 36 قاذفة RPG، 10 صواريخ أرض جو، 10 قذيفات نيران، 765 قنابل يدوية، 5800 كيلوغرام من مادة سيمتكس هذه اللي درارت تفجيرات وفجرت وقتلت ناس يطالبوا فينا بالتعويض حتى يومنا هذا، ورانا مليارات الله سبحانه وتعالى طالبينها بسبب هذه المادة المتفجرة دار بها تفجيرين أو ثلاثة جيش الإيرلندي مش معمر، لكن قولوا أنت اللي عطيتهم المادة وليبيا مطالبة بدفع تعويضات وسيجروا فجرتنا ناخذ عظامنا ودمنا وكرعينا. أو 1080 صواعق، صواعق ممكن أعتقد اللي حسب ما فهمتها
اللي تفجر القنابل، وتقريبا يقول 1,500,000 طلق الذخيرة من مختلف الأنواع. هذه هي أسلحتنا وهذه أموالنا. القضية مش قضية نقد للنظام السابق ولا نقد لمعمر، افرض الرئيس السابق موسى عيسى الصالح، مش مهم، المهم أن هذه حقائق وأن أموال مهدورة بصرف النظر عن هذا. لأن لما لو نحط منشور هذا ونكفي حردوا عليك، ها والأسلحة اللي ضاعت في فبراير، ها والدمار والدبابات، مش هذه اللقطة لكل مقام مقال. والخطأ خطأ جاء من فبراير، من مارس، من هني لا إله إلا الله. ويلسون سنتر نشر مقال، ويلسون سنتر نشر مقال يقول الحرب والسياسة في ليبيا واليمن وسوريا، War and Politics in Libya, Yemen and Syria، الحرب والسياسة في ليبيا واليمن وسوريا، وماشي بتاريخ ليبيا من الألف إلى الياء، يعني من المجلس الانتقالي ثم المؤتمر الوطني ثم دار انتخابات كذا ثم حكومة الوفاق، ماشي في التاريخ جيد جدا. وأن البداية كانت بداية الثورة، ثورة 17 فبراير، أم الثورات سموها، أم الثورات هي الثورة القائمة حتى الآن، بدأت سلمية ثم النظام طلع سلاح وبدأ الصدام عسكري، ماشي بالتاريخ كل ما حدث له. هو يكتب لغير الليبيين طبعا، لو ليبي يقرأ الكلام هذا يقول له عارف هذا، لكنه يكتب لغير الليبيين وتحدث عن التحالف الوطني. ثم مفاجأة الرقم يقول مباشرة لما بدأت انتخابات البرلمان الثاني تشكل كم 374 حزب، صدق ولا تصدق، وحتى تو تشكل مش عارف 120-115، يعني مع أسلح حقنا نعده حتى قديش حزب تكون. يعني فكرة الحزب خاطئة، الحزب مش شكل أحزاب، الحزب له شروط، وأنا مش ضد الأحزاب، الحزب يكون مؤثر جزء من الشعب ويرسخ آراء وله برامج، برامج مش أشخاص، له برامج هذا الحزب وقوي وله مكانة وله رأي. لكن نحن غير جيب 15-20 ودير حزب، أنا مستعد نجيب 100-200 بكرة وندير حزب، لكن عندي مشروع قادر ننفذه ولا لا، مؤثر في الرأي العام، مشارك في آلام الناس وهكذا. هذا موضوع إن شاء الله في لعل حلقات أخرى وهكذا. لكن من النقاط التي أريد أن أشارك بها المشاهد الكريم في هذا المقال، النقاط الرئيسية اللي هي أن الأمم المتحدة لم تحل المشاكل لأنها لم تستمع إلى الناس. وهذا كنا ديما نقوله فيه، إحنا اللي بيع في الدلاع مع احترامي لكل مهنة، الزواج، المعلم، المثقف الوطني في ليبيا، يهو يقول اسمعونا، راهو 1-2-3 في الصخيرات، في الانتخابات الأخيرة، فيما قبل ذلك، في المسودات، ما يسمعوش فينا. وهذا المقال ذكرها، فشل الأمم المتحدة لأنها لا تستمع إلى صاحب المصلحة الحقيقية، لا تستمع، لا يستمع إلى صاحب المصلحة، ما يستمعوا الناس، يستمعوا الربا وبيفرضوا رأي. الأمم المتحدة بتفرض رأيها بالسيف في جميع، في الصغيرة والكبيرة. وهذا بصراحة مقال واقعي جدا جدا وحقيقي في نفس الوقت. يعني أستغرب جدا جدا جرائد ما يسمى بالمجتمع الدولي، جرائد البعثة في أنها ترسخ أمور والناس تعيط تقول يا هورا احنا في حرب، كيف تدير انتخابات؟ يا هورا موضوع الصخيرات، انتم همشتوا الثورة 17 فبراير، همشتوا فلان وعلان وكذا، وبعدين حيعرقلوكم، وبعدين حتعيطوا تقولوا الذين يعرقلون الحكومة، الذين يعرقلون الانتخابات، الذين يعرقلون الحل السياسي، انت اللي همشت بعرقلك طبعا، شنو هو؟ موش وطني، موش ليبي. اشار الي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة، هناك اجتماع تم، ثواني أختم بي بإذن الله سبحانه وتعالى، اجتماع تم مع هيئة الاستثمار الليبية على أساس أن الأمم المتحدة قالت لابد أن نحافظ على أموال الليبيين المجمدة، لكن فيه لقطة نتحدث عنها الحلقة القادمة بإذن الله، أن الفوائد تلك الأموال يسمح بإخراجها، يسمح بإخراجها، وبالتالي هي باب ونفق لأمور أخرى نتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقاتنا القادمة. مرة أخرى رسالتي إلى الإخوة البرلمان ومجلس الدولة، مع احترامي للوطنيين منهم، ارحلوا بصراحة، بصراحة خلاص فشلتم، شكرا، حولتم جهدكم ودرتم وحفظتم على الصغيرة والكبيرة، يا سيدي ثانك يو، بارك الله فيكم، مع السلامة. وجوه جديدة، دماء جديدة، أصحاب أصدقاء في بعضهم يبدو من جديد، وأفكار جديدة، وحركوا هذا المشهد الكراسي الجامد الذي خششنا في مستنقع الله أعلم أمتى وكيف
نخرج منه حفظ الله ليبيا. نحن نتحدث بإذن الله عن المزيد حول معاناة وطننا في حلقاتنا القادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.